وانت كمان رح تروح معنا على المشفى عم بصفات؟ طبعا رايح معكم حبيبي، بدي سؤال. لا مو مصدقتيني، معقولة الحكي ايلا؟ ليش مستغرب يعني؟ بالعادة لما يصير أي شيء فأول واحد بيعرف فيه هو أنت، فشو متوقع سليمان؟ مين بده يخطفه في مجال تقلي هالمسخرة؟ مين ممكن يعملها؟ أنت ما بتعرف شو ساوينا لنقدر نجيب الدكتور على البلد. ايلا، مو شغلتي أنا أعرف مين وليش؟ قلت لك ما دخلني ولو إلي إيد ما بنكر. بس شلون بدخل؟ يا واطي! يا نادين شو بها هاي؟ وقفي انت، لا ترفعي راسك، امشي معي شوي، ما رح بعد. مين بعتك لهون؟ امشي يا شو، عايدة. انا بورجيكي. لك اذا شوفي ولا شو بدها هالمجنونة؟ ها؟ انت شو بدك؟ فهمني، انت شو اللي بدك يا منا؟ زوجي رح يدفع لك مصاري. العي من هون يلا، مو ناقصني غيرك كمان. بعد هيك وصلت معك تخطف الدكتور يا ظالم. لك انت كيف بتسرق من ابني اخر فرصه ليتعالج؟ احكي يا قليل الضمير، احكي. عايده سليمان ما له علاقه بالموضوع، لو سمحتي هدي اعصابك. لا رجعي، ما انت محسوبه عليه. ليش لحتى صدق كلامك؟ اسمعي لقلك، دكتوركم كله انا ما بعرفه، ولو كنت بدي اخطفه ما رح انكر هالشي. اصحي لحالك يا خانم، والا بخلي زوجك يدفع الثمن. يلا خدها من هون، اتركها. انا خلص اتركها. امشي بعد ولاد شباب. بقول لك اتركها. عايدة روحي لو سمحتي، ديروا بالكم. روحي من هون، اللي بيقرب من عائلتي انا بذبحه. خلصنا بقى، خلصنا. يلا فوتي لجوا. البنت انت منيحة؟ ها ما صار لك شيء؟ ما هي لا يا طيب خانم. منيح، روحي اشربي مي واهدي شوي. طيب سليمان من شان الله بس تعاطف معهم شوي، لو سمحت. إذا تعاطفت معهم شوي شو بتخسر؟ تخيل لو ابنك اللي ساير معه هيك شي، شو بتعمل كنت؟ ممكن بتقلب الدنيا وبتحرقها. ابني مستحيل يوصل لهيك وضع، لأني أبويا خانم، واللي صار اليوم بسببك. شو؟ أخذوا وش وكتروا من تعاطفك معهم. انتبه لحالك شو عم تقول، أنا مو مرتك لتحاكيني هيك. وبتقولي لي شو فايدة الحراسة هون؟ شفت شو فايدتهم؟ والله برافو. عطول كنت أقول عن الرجال اللي حاطط لي ياهن على بابي إنهم بلا ذوق وبلا ضمير، بس طلع عندهم إنسانية وضمير الحمد لله، وما تقوى على المخلوقة. كل هذا الحكي ما بيهمني، أي حدا بيفكر يأذيني أو يأذي حدا بيخصني رح أقطع راسه فورا. والله عن جد؟ طيب قلي ليش ما قطعت له راسه يلي فجري مكتبي يا سليمان وتركته يهرب؟ بس لأوصل له ما رح خليه عايش. يمكن يكون حدا قريب. شوف مرتك بالأول إذا دخلها بالموضوع. معقول نعمة تفجرت مكتبك؟ ما بعرف، بس ما في حدا غيرها بهالدنيا بده يعني يموت. خلص بكرة بتكملي تنظيف، روحي نامي هلأ. يلا ماشي. لا تبالغي نعمة، بالآخر مجرد مرة بسيطة، ما بتعمل هيك شيء. والله عن جد؟ وأنا بقول إنها شاطرة بكتير أمور غير الشوربة والمخلل، وشفت هالشي بعيوني، وإنت المفروض يا سليمان تكون بتعرف مرتك. مستحيل نعمة تخطر ببالها هيك شغلات لأنها بتخاف مني، ولو فكرت بهيك شيء وقتها أنا بحاسبها، وبعرف منيح كيف حاسبها. وهيك بتنحل كل الأمور عندك؟ إذا غلطت أنا بحاسبها ومدري شو، هيك الحياة ماشي عندك؟ سليمان إنت بتعرف إني تأقلمت مع علاقتنا أنا وياك بالزور، ومو ناقصني مشاكل جديدة من ورا مرتك، فلو سمحت خلي ولادك ومرتك بعاد عن حياتي وعن حياة اختي إذا بدك نضل مع بعض بدون ما نتوتر. وأنا شو ساوي يا آيلا؟ شو؟ ما أنا هذا همي من الأول، أنا ما بدي نعمة تتخرب الأمور بيننا، وعرفان أنت يلي مصرة تحشري بيننا هو وابنه، أنا ما بدي إياهم كلهم، ولا بدي اسمع اسم حدا منهم بالبيت. ماشي، شايف هالحجر؟ ها؟ شايفه لهذا الحجر؟ انت مرتك وابنك دخلوا على حياتي مثل ما دخل هالحجر من شباكي هلا، عم تفهم؟
نعمتي اللي رمت الحجر يعني؟ ما في داعي تتمسخر سليمان. هذا انوجد ببيتي من ورا الناس اللي خربت لهم حياتهم. انت بايديك. هاي لا، لا تطولي اكثر. والله تعبت، بكفي. مو شايف شو عم يصير معنا؟ والله تعبت ومو قادرة اتحمل اكثر. طيب بكفي، خلينا ننام ونهدى شوي. انا رح اشرب شي سخن لحتى هدي اعصابي. نام انت.